هو عنده شركات، هو عنده فلوس راحة ليه؟ على أي حساب؟ على أي حساب؟ حساب الدعم، حساب التوفير. زين نفتح من حساب حساب توفير. حساب التوفير زي كم يعني؟ كل 10,000 بتخش مرة في الساعة. عطيك 10 بتخش مرة في الساعة. عندنا نفتح من دول. خش 20 مرة. خش 20 مرة. كل 10,000 مش